ولو احنا كسبنا الماتش كنا هنعدي وناخد الدوري. للاسف الاسماعيلي جاب فينا جول، كان حكم يوناني اللي اداهم الجول دوت، وانا جبت جول وللاسف ما اتحسبش، رغم ان الكوره دخلت، وحتى في عملوا لها منظور في كليه الهندسه عشان يوروا ان الكوره دخلت الجول، من الحكم اليوناني ما حسبش، كان عبد الستار هو اللي بيجيبها من جوه الجول، انما ما اتحسبتش. والماتش ده يعني كان غريب جدا في في في, في كل حاجه، لان احنا قعدنا في الهاف تايم الاولاني في معسكر بتاع الجيش بنتفرج في التلفزيون على ماتش الزمالك كان بيلعب المصري، لان الماتش كان ملغي، لان الجمهور لما جه دخل الملعب واتحوط الملعب، لقيناهم بعد الهاف تايم بتاع الزمالك قالوا يلا يلا هنروح على الملعب، ورحنا ولقينا جمهور برضو ما زال موجود، انما كان محاوطينه بتوع شرطه عسكريه عشان يامنوا الملعب يعني. والماتش اتلعب، وللاسف احنا يعني كنا املنا كبير جدا ان احنا نكسب الماتش ده عشان ناخد الدوري، لكن علي بوجريشه عملها فينا وهو اللي جاب الجول وكسبونا 1-0 بمساعده الحكم اليوناني، كان حكم يوناني جايبينه هو اللي اتحسب لهم الكوره دي. النادي الاهلي عمره ما كان فيه مجاملات خالص، اللعيب الكويس واللي جاهز بدنيا وفنيا هو اللي بيلعب، ما فيش اي مجامله لحد ان انا ابن حسين مدكور ولا ابن فلان ولا اعلان، ما فيش الكلام ده، بل بالعكس ده ساعات ابويا كان يجي يزعق لي وبتاع انت مش اتمرن جامد ولازم يشخط فيا عشان خاطر ازود الجرعه التدريبيه، رغم انك طبعا كنا بنتمرن تمرين يعني قاسي جدا، خصوصا ايام عبده صالح الوحش، لانه كان لياقه بدنيه جامده بطريقه، وايام طه الطوخي. طه الطوخي ده من احسن المدربين اللي جم مرنوا في النادي الاهلي. وطبعا الكابتن عبده صالح الوحش وتادش كل المجموعه اللي لعبت معاهم، بس انا طبعا بتذكر كويس جدا الفضل برضو لطه الطوخي وعبده صالح الوحش ان انا لعبت في الفرقه الكبيره، وهم كانوا بيشجعوني تملي ان انا العب في الفرق الكبيره. وبعدين ابتديت بقى من مركز راس حربه وهداف ان انا ارجع العب باك. ودي حصلت امتى؟ سافرنا كان النادي الاهلي تملي بيعد الاولاد الصغيرين، فودانا معسكر في المجر في فتره الصيف، حته اسمها طاره ديت زي بنها كده من البتاع دي، بيعدوا فيها الاولمبيات اللعيبه الاولمبيات بتوع المجر. فبياخدوا اللعيب اللي عنده 12 سنة ويحطوه في المعسكر ده ويدربوه على انه لما يوصل 16 سنة يلعب في الاولمبياد. فكانوا حتى بينقوا اللعيبة على حسب امكانياتهم البدنية، يعني واحد مش لعيب كورة بيشوف ان هو ينفع يلعب كورة بتاع كمال اجسام يعملوا، فبيعدوا